هنالك سؤال من إحدى الأخوات من هولندا تقول أنه ممكن تعطيني عنوانك لأنه تريد علاج الابنها. شكرا جزيلا أختي منى، للأسف والله ما نقدر أنه يعني نعالج مرضى عن طريق الإنترنت أو عن طريق التليفون، وأنا حقيقة ما أشوف أي مرضى خاصين، يعني أنا كل عملي بالقطاع الصحي الحكومي في المملكة المتحدة في بريطانيا، فلذلك أرجو المعذرة من الكثير من الأخوة والأخوات اللي يسألون أنه هل أنا أقدم علاجات يعني شخصية أو تقييم شخصي للناس أو أشتغل قطاع خاص. للأسف ما أشتغل هذه الأشياء، لكن يعني يمكن هذا الشيء يتغير بالمستقبل، الله أعلم. ليش؟ لأنه يعني هنالك الكثير من الاحتياج، أنه الناس تريد تشوف يعني طبيب مختص، ويمكن من الصعب جدا عليهم أنه يروحون ويشوفون هذا الطبيب، فيمكن يعني بالمستقبل إن شاء الله راح نقدم هذه الخدمة، أنه نسوي تقييم عن بعد، لكن حاليا ما نقدم هذه الخدمات للأسف.